والمرة اللي فاتت وقفنا عند منى أيام التشريق بعد عرفة اللي المبيت فيها واجب، وقلنا إن ذوي الأعذار والمرضى يجوز إنهم ما يباتوش في منى، يقعدوا في الفندق، إنما ذوي الأعذار دول كل مؤتمن على عذره. يعني إيه؟ يعني ممكن مشرف الحج اللي معاك يكون شاب وقوي، لكن عنده مشكلة في الفندق في مكة بعد ما الناس ما يرجعوا من منى، فعايز يحلها، ده عذر يبيح له إنه يروح يرجم أو يوكل حد بالرجم ويحل مشكلة ليخدم الحجاج. جبناها منين؟ سيدنا العباس ما كانش يروح منى. ليه؟ لأن سيدنا رسول الله أوكل إليه سقاية الحجاج، كان سيدنا العباس قوي، وكان سيدنا العباس شخص جلد، لكن في خدمة، في غاية عظمى إن الحجاج لما يرجعوا من منى يلاقوا مية يشربوا، فما كانش بيبات في منى. الحج والحجة الكبار اللي مش هيقدروا يقعدوا في منى، الإقامة في منى صعبة شوية، وخدوا بالكم إحنا مش رايحين ملاهي، إحنا رايحين نحج، إحنا رايحين نحج، ففي الحج جزء مشقة لازم تستحمل شوية. لازم افرض مثلا يعني ان انت قاعد في الخيمه التكييف قطع شويه، لا تفسد حجتك بانك تتشاجر، قول لهم لو سمحتوا صلحوا التكييف، وتستحمل وتدي استغفار وصلاه على سيدنا صلى الله عليه وسلم. تاني هنأكد مره ومليون وعشرين علشان حته منى دي والرجم، يا اخوانا دار الافتاء المصريه وما اقرته فتاوى السعوديه المملكه العربيه السعوديه السنه اللي فاتت أن الرجم يمتد من منتصف الليل إلى منتصف الليل، اللي هيرجم بعد نص الليل جائز، اللي هيرجم قبل الفجر جائز، اللي هيرجم بعد الفجر جائز، اللي هيرجم في وقت من وقت الظهيرة إلى الغروب اللي هو هيوافق السنة ده حلو زي الفل، لكن الدنيا زحمة، الشمس حر، هيجيلي ضربة شمس، يجوز إن أنا كمان أرجم بعد المغرب لنفس اليوم، جت الساعة 12 بالليل أنا دخلت في ميقات اليوم اللي بعده، يجوز إن أنا أرجم، بس نقول كده بشويش للي يقدر يرجم في وقت السنة يا ريت تعمل السنة، مش هيقدر يرجم وقت السنة ارجم قبل الفجر، ارجم بعد نص الليل، ارجم بعد الفجر، كله